Stretch it, yo. My bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from. If I say then it's gonna be a long take. What you mean, man, I sound like this guy? Which guy? I don't even know what he. Let me sip my tea, can't take me for a month. Man, I done it sometime, back time, let it clock. Mad ass, never ended up in McDonald's. And I haven't had a coffee in a long time. What's the thought that I played for the Gunners? Just came back from a madness. See my guys, every don't do hat tricks. Time for the only come like I shower fresh trim when I step. I don't do no backs, lags. I used to run this game, I'm ahead of this game. True say that I lack it, and I took a trip down to Monaco. Went out to Paris, I feel like I'm. What I was gonna say in back day. These times I was up in late, flew down to M1, that's more like Saturday. You do threads on Twitter and ranting, doing the most. True say that money is power, so when you get money, keep fighting ghosts. I remember when I shot my shot, but I didn't have cops, so I hit the road. But next time it's a golden goal. And if bro pulls up in the thing on the US road, so we bang it on roads. And you know that I've got options and different things, so I'm grabbing both. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it, yo. My bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, you got it. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from. If it's أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. معكم فارس عوض من كمينة التعليق وسعيد بالتواجد معكم. واليوم لدينا مباراة ضمن منافسات دور المجموعات، فريق أمريكا ديكالي ضد أياكس. مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. رايان بابل، زياش يتقدم بالكرة، تصدي في منتهى الروعة، تألق كبير من حارس المرمى، يحافظ على شباكه، الله على التصدي. كرة لامست المدافع وبالتالي الحكم يحتسب ضربة ركنية. ضربة زاوية أخرى. بيرسل الكرة لوسط المنطقة. الكرة بتتشتت والكرة بتتخلص إلى رمية التماس. فان دي بيك، توقع جيد في قطع الكرة. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. مذهل حارس المرمى في هذا التصدي. كانت تسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن الحارس كان صاحي، نجح في إبعاد الخطورة. هذه هي أهمية حارس المرمى، الله على هذا القفاز، تسديدة غير الحارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. يضرب الآن، الكرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. ركنية في المنتصف، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. تحت الضغط في هذه اللقطة. يفقد الاستحواذ. حكيم زياش. قد تكون هذه الفرصة. تسويبة لم تكن بين الخشبات الثلاث، ضاعت الكرة. فقدوا الكرة. مساحات كبيرة في الجناح. ماذا سيفعل الآن؟
غريب اللقطة، كرة من زاوية صعبة، كرة مستحيلة، مع ذلك سددها، فرصة بتضيع. ما أعرف شو اللي كان يفكر فيه أساسا. إذا كان يفكر أدريان راموس، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. شوف الجماهير ردة فعلها الغاضبة، غير راضية عن حكم المباراة، وترى بأن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لفريقها. تدخل في اللقطة الماضية غير مسؤول، يفتك في مكان خطير. عد الفرصة في هذه اللحظات، والكرة يوقفها الحارس بسهولة. ممكن التقدم الآن. أوهو، حارس المرمى في منتهى الروعة، ورقة صفراء على الرغم من أنه كان الأخير في الملعب عندما أوقف هذه الانطلاقة قبل وصول الخصم للمرمى. الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. فرصة بتضيع، فرصة لافتتاح النتيجة وتسجيل هدف الأول في هذا اللقاء، لكن النهاية لم تكن بالشكل المطلوب. فان دي بيك، بيدرو فرانكو، بروميس، ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. ضغط كبير على الكرة الآن، الفريق يحصل على رمية تماس. رمية التماس تنفذ بشكل خاطئ، كرة بتذهب للمنافس. فرصة الآن، الله على اعتراض التسديدة. لويس باز، ضاعت الكرة، كرة سهلة في متناول حارس المرمى. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، بيزانو كان في موقف الواحد على واحد لكن لم يتصرف بشكل سليم، ضاعت الكرة. هذه المواقف تحتاج إلى هدوء، إلى تركيز عالي للتعامل معها. حارس المرمى يقع في المحظور وقد يدفع الثمن فريقه. مستحيل هذه الكرة، شوف الانفراد بحارس المرمى، شوف التنفيذ، شوف التصويبة، الكرة كانت محتاجة عقل مو بقوة. ضاعت الكرة، ضاعت اللقطة، كرة بينية فيها خطورة الآن. لم تأتي بأي جديد في الملعب. حكيم زياش، أوه، تصدي رائع من حارس المرمى. كرة زاوية إلى العمق، شوط أول ينتهي بالتعادل، كان شوط حقيقة في ندية، في تكافؤ بين الفريقين، تتكلم عن أول 45. ضربة بداية الشوط الثاني في هذا اللقاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في انتظار متعة أكبر وإثارة أكبر وجودة أفضل. كابريرا، تدخل جميل من اللاعب، يتعرض لضغط كبير،
قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. رايان بابل. المساحة أمامه في هذه اللحظات. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. ماتياس بيسانو بمروءة قدم الكرة. واحد على واحد أمام حارس المرمى لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة ما حافظ فيها على هدوءه، سدد الكرة، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصة، واحدة من أخطر المحاولات. تغيير لصالح أياكس. دماء جديدة في أرضية الملعب، واضح أنه راح يكون في نشاط أكثر، حيوية أكثر، تغيير ربما في طريقة اللعب وفي شكل الفريق. كاري لايتينغ. هذه هي فرصة هدف. بيرسل الكرة في الخلف. كرة بتخطى المرمى، سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. يتقدم بالكرة. رانخيل. حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت. كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. فقدوا الكرة. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. احتراف الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع. حكيم زياش. أوهو، مرت الكرة. شوف حاول فيها، كان ضغوطات كبيرة عليه في اللقطة. رفع للدفاع في التغطية في اللقطة الماضية. يفقد الكرة. يفقد الاستحواذ. فرصة والمساحة موجودة. فرصة متاحة. مستحيل الكرة. يا رباه على كرة في المرمى. فعلها أمريكا ديكالي وسجل في المرمى. الله على لعبة، على لقطة، هدف جميل من الفريق الكولومبي. يا الله على جمال ومفاجأة كرة القدم. عكس التوقعات، عكس الترشيحات، عرفوا طريق المرمى. شوف اللقطة، شوف الإعادة. الله على هدف التقدم. مدرب الأمجني تبديل في هذه اللحظات للحفاظ على التقدم. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تاديج. أوهو، لقطة لا تنسى لحارس المرمى. كانت تسديدة قوية من بعيد لكن حارس المرمى كان لها بالمرصاد. تسديدة قوية من مسافة بعيدة، كان من الممكن أن تفاجئ حارس المرمى لكنه يتصدى ويتحدى لها ببراعة. بيرسل الكرة الوسط. الله على التصدي من حارس المرمى للكرة الماضية. ضربة ركنية جديدة وضغط متواصل. ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. كرة لم تحمل أي جديد في النهاية.
أرسلها بعيدا عن المناطق بدون أي تركيز بعد كل هذا الضغط الكبير الذي نفذ الخصم عليه وأجبر على هذا الخيار. انطلاقة سريعة بالكرة بيعدي وبيمر بالكرة. الحارس يوقف الكرة السابقة بدون أي مشاكل. دوسان تاديتش يسير بالكرة باتجاه المرمى. سيقو فيها رمية تماس يحصل عليها الفريق بعد ما نفذ ضغط رائع حقيقة على الخصم. تغيير من جانب المدرب في هذه اللحظات للحفاظ على التقدم. كاري لايتنج الله على الكرة تجاوز فيها بشكل سليم. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. حكيم زياش عنده الإمكانية هنا بيلعبها تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. الآن نسمع أصوات الجماهير دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. فرصة الآن مخالفة الآن واللاعب عنده بطاقة صفراء سابقة. يا رب على التسديدة. أي فرصة وأي عارضة وأي قوة أي كرة عابرة للقارات أي لقطة بتضيع أي عارضة تتدخل في هذا الوقت لتحرمنا من هذا الهدف الجميل. ثمان دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. ماذا سيفعل الآن؟ كرة في مكان خطير. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. بصراحة تحية كبيرة للحكم مساعد على شجاعته على دقته في احتساب هذا التسلل لأن الفارق كان سنتيمترات. شوف الإعادة بالبطيء ومع ذلك صعبة لكن برافو حكم مساعد. الإعادة توضح أن الراية كانت صحيحة وأن قرار التسلل سليم. ضاعت الكرة. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. كرة تقطع في وقت صعب جدا. استعادة الكرة بعد ضغط ممتاز. راموس فرصة لإرسال الكرة في الشباك. أربع دقائق من حكم اللقاء كوقت بدل ضايع. الجماهير الآن على أعصابها. الكل تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء. في فاول وفي خطأ بطاقة صفراء في هذه اللحظات. لا يمكن الاعتراض والاحتجاج على هذه المخالفة لأن الإعاقة التي قام بها كانت على قدم اللاعب للكرة. في العادة نرى بأن الحكم كان محقا في احتساب المخالفة. اللاعب تدخل على قدم خصمه بإعاقة غير مدروسة. مساحات كبيرة على الطرف الملعب. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. خسارة صعبة اليوم على الفريق تجمد رصيده عن ثلاث نقاط بعد البداية المثالية والفوز اللي تحقق في الجولة الأولى. يأتي التأثر بشكل سريع في الجولة الثانية والضغوطات تزداد الآن على الفريق في الجولة الثالثة. ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم. قدم مباراة كبيرة وقدر أن زياش يتقدم بالكرة. تصدي في منتهى الروعة. تألق كبير من حارس المرمى يحافظ على الشباكة.
تمريره بدون تركيز والكره الان مقطوعه تذهب. مثل حارس المرمى في هذا التصدي. يضرب الان. الكره باتجاه المرمى وجدت الحارس بالمرصاد. أدريان راموس لم تأتي بأي جديد في الملعب. حكيم زياش. أوه تصدي رائع من حارس المرمى. فرصة والمساحة موجودة. مستحيل الكرة. يا رب على الكرة في المرمى. فعلها أمريكا. تاديتش. أوه لقطة لا تنسى لحارس المرمى. الله على التصدي من حارس المرمى للكرة الماضية. ضربة ركنية جديدة وضغط متواصل. يا رب على التسديدة. أي فرصة وأي عارضة وأي قوة. أي كرة عابرة للقارة. في فاول وفي خطأ. بطاقة صفراء في هذه اللحظات.